من قلب ناحية بعشيقة تأتينا فتاة متعشقة بالثقافة الأزيدية وتعد الوجه الثقافي لطائفتها بين الناس. منشوراتها اليومية تذكر بدون كلل عن كل تفصيلة من هذه الشرنقة التي تدعى الطائفة الأزيدية. فمن يود التعرف على الكثير عن أزي التقليدي الأزيدي، نتحدث هذا اليوم عن هذا الموضوع مع رفاه حسين. اهلا وسهلا، يعني احنا أهلاً. الصديقات على مواقع التواصل الاجتماعي. اهلا وسهلا سيد جمال، تشرفت بك وتشرفت بكادر قناه دجله. نعم احنا صديقات بمنصه التواصل الاجتماعي اللي اسستها على مواقع التواصل. طبعا اتشرف بك واحييكم جميعا واحيي جميع الكادر على هذه الاستضافه الجميله. بس الحلو بالموضوع اليوم راح نحكي عن موضوع انت يعني مخصصت له تقريبا 70% من وقتك. نعم. وشاغل وقتك الكثير، التعريف بالثقافة الأزيدية عبر طبعا الزي التقليدي وعبر يعني كل ما يدخل في الإكسسوارات الخاصة بهذا الزي. نعم، بالبداية يعني أنا يعني كان عندي شغف من الصغر أنه أجمع القطع القديمة والحاجات القديمة اللي تتعلق بمنطقتنا وبالطائفة الأيزيدية أو الديانة الأيزيدية عامة. يعني اهتميت أنه أجمع قطع، أجمع أزياء قديمة، أجمع لوحات قديمة. يعني حتى فكرت أنه أسس متحف يعني لهذا الشيء. أنا عندي متحف مصغر في البيت، بس اليوم والحلو أيضا أنه أنا شجعت يعني في منطقتنا وفي كافة المنشورات وفي حياتنا بعد داعش أنه نحافظ على التراث الأيزيدي من خلال أنه إعادة إحياء التراث الأيزيدي عن طريق الملابس القديمة التقليدية اللي نتميز بها من منطقة لمنطقة. طبعا الزي اليزيدي يختلف من منطقة السنجار إلى منطقة بعشيقة وأطراف. كل منطقة لها زي موحد. نعم نعم الأبيض يعني نعم سنجار يختلف، لأن سنجار هم يلبسون اللون الأبيض، الزي الأبيض الكامل وإحنا بعشيقة أو هذا الأبيض، هذا مال زي مال سنجار. لكنه باقي الديانة اليزيدية والمكون اليزيدي وأي شخص تشوفينه يلبس مثل هذا، احنا نسميه فيس، هذا يزيدي. هاي المرأة اليزيدية ترتدي حاليا هسه في كل المحافل الدولية، في المؤتمرات، في اللقاءات، في الحوارات، في كل الفعاليات اللي تصير في العراق. تجينا دعوات يعني يطلبوا من عندنا نلبس الزي اليزيدي، هو هذا الزي اليزيدي القديم اللي عمره مئات السنين. طبعا هذا مئات السنين، يعني هذا من اجداد اجداد اجدادنا ولحد الان هسه متوارث، وحاليا يلبس بالاعراس وبالمراسيم الدينيه وبالحفلات وكلش احنا نعتز به. انا شخصيا كرفاء اعتز به وافتخر به. طبعا هاي الصناعه احنا راح نجي عليه، هذا صناعه يدويه ما ينشغل في معمل او في شيء، لانه هذا يعني إلى طريقة خاصة بالشك وبالشغل وتقنية. يعني عندنا نساء قليلات يشتغلون. خليني هسه ندخل بهذه التفاصيل، بس خليني بالبداية أسأل، هو اسمه فيس من مئات السنين؟ فيس اسمه فيس. أي نعم. يعني هي المفردة من أي، من اللغة الأزيدية؟ من اللغة الأزيدية. طبعا يعني هو أكو شبه يعني بين يعني التراث والازياء العراقيه. تشوفين التركمان، تشوفين المسيحيين، تشوفين الكلدان، تشوفين الاشوريين، يعني هذا الى تجذر. تشوفين اليزيدي، حتى الاكراد يعني يرتدون مثل هذا، بس احنا يختلف يختلف تماما. يختلف طريقه اللف، يختلف اللفه الشك التطريز، يعني احنا مميز. يعني هو هذا اللي راح اسالك عليه. هو حاليا الفيس بي اكثر من لون وبي اكثر من قماش. يعني اعتقد بالدوائر هذه، هاي الدوائر، هاي اللي راح معادن، هاي كانت قبل فضه، كان غالي بالمناسبه. هذا سعره غالي. يعني هذا سعره، هذه فضه سابقا كان خليها بايدك، خلي نشوفها للكاميرا. سابقا أكثر. هذا يعني نعم. سابقا هذا كان يعني فضه، كانت تسويه النساء في الثلاثينات. ارفعي شويه. في الثلاثينات وفي الاربعينات هاي كانت تشتغل. يعني طبعا بعد هيجي اغلب النساء هي. اغلب النساء الايزيديات طبعا نعم. بالبيت حتى كانوا يلبسون هذا. يعني انا هسه والدتي اجدادي كانوا يلبسون هذا بالبيت، هذا كانوا يلبسونه بالبيت. هذا سابقا كان فضه، كان غالي، كانوا يشتغلون صياغ قبل الموصل. لكن هسه لا، هسه لا تغير، صارت عمله نقديه خفيفه. بس لكن اذكركم انه النساء الكبيرات بالعمر لحد الان لديهم هاي المقتنيات القديمه. نعم.
إيه، لكنه إحنا هسه حاليا أكو واحدة ثنتين تشتغلوا بالمنطقة، وهذا بالمناسبة غالي، يعني هاي ما تجي ما تلقيها بالسوق. وهاي الاكسسوارات لا، هاي سابقا هاي كانت الذهب. يعني بس خليني اقول، يعني المراه الازيديه بدل ما مثلا يعني عموم النساء يلبسون بالعراق الذهب، وكل منطقه لها خصوصيتها بنوعيه الذهب وحتى شكل صياغه الذهب، لكن الازيديات يلبسون الفضه بالذهب في الفيس، القبعه اللي يلبسوها. نعم نعم نعم، وعندنا اكسسوارات، يعني عندنا اكسسوارات على هذا الفيس، يعني هو يحتاج شرح مفصل اكثر. طيب، لكن رفاه انا سالتش على الالوان، هاي الالوان انتم يعني حافظيها بالتحديد، هي هاي الالوان اللي تنحط وهذا القماش اللي ينحط هذا ورسمه الألوان. هذا شلون ينحط؟ هذا 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 هو هذا، يعني هي هاي ما تتغير، خارطه معينه، خارطه ما تتغير، هو هاي الغدره البيضاء وهذا الفيس من جوا، وهذا تشتغله اللي تسوي فيوز وتجيب هاي القطع تشتريها من السوق وتشكلها. وهاي طبعا يعني هسه تجين اغلب الاعراس، كل الاعراس بمناطق اليزيديه يلبسون هذا، لان هذا مميز وهذا فت يعني فت شكل جميل. نعم، هو تاكيد على الهويه. فلكلور رائع وجميل ومميز وراقي ونادر، يعني هسه هذا نادر، يعني ما تلقينه بالسوق. هذا الا توصيه، شغل يدوي، شغل يدوي وتوصيه. حاليا منو اللي دا يشتغله؟ اكو نساء اثنين ثلاثه يعني مهتم يعني عندهم مهاره بالمهنه، هم اللي يسوون هذا الشيء. بس نساء اثنين ثلاثه؟ اثنين ثلاثه اربعه، لانه هاي تعرفين قليله المهنه، يعني قليله الحرفيه، يعني مو كل شخص يقدر يشتغلها. مو كل شخص يقدر يشتغلها. بس يعني هذه ايضا دعوه انه يكون اكو مشاغل مثلا في بعشيقه وبحزاني، اكيد انه يكون اكثر اكو شغل. هاي ست جمانه احنا يعني عندنا اعياد، يعني مثلا اعياد الربيع عندنا خياطات تشتغل هسه حتى الاطفال من هذا. يعني الشيء الفقره الحلوه اللي احنا صارت بعد داعش تمسكنا اكثر بالتراث. بس انت تقولين كم وحده اللي تشتغل؟ كم وحده هاي؟ كم وحده هاي؟ بس من تجين يعني عندنا مناسبات، الكل هسه صارت اكو اختلاف بالازياء، يعني اكو ملابس للرجال خاصه، اكو للولد خاصه، اكو للكبار بالعمر خاصه، ومناطق عن مناطق تختلف. تعرفين لانه كل ما زادت يعني المشاغل اللي تسوي وتخيط الزي التقليدي، سواء كان طبعا الزي التقليدي الازيدي مثلا للكلدان للاشوريين للكرد للعرب، يعني هو بالنهايه هذا كله يدخل في اطار تنوع العراق، تنوع في العراق. اطار تنوع هويه العراق التميز. وشكل العراق الخارجي، يعني بناسه، يعني الناس تعرف بحضاراتها ايضا. صحيح، فمن الضروري انه دائما يكون اكو ناس تشتغل هذا الشغل. اكيد هو هذا الشغل مو قلت لك يعني موجود واحنا محافظين عليه ولحد الان باقي، وانا كنت اتمنى انه اجيب لكم اكثر من قطعه، واتمنى يعني تزورون منطقتي، منطقه بعشيقه فيها اشياء جميله للتراث وللعادات وللتقاليد. ان شاء الله فرصه، واحنا يعني نحبها ولحد الان نتميز بيها. وطبعا هاي القطعه اللي اشتريتها من وحده هي اللي تشتغل هذا الشيء، يعني امراه كبيره بالعمر، عمرها 70 سنه، محتفظه بي بالبيت. كم سعر هالقطعه؟ هاي القطعه تقريبا 400 450 الف، 500 الف، يعني قلت لك هاي يعني غاليه، واكو اغلى يعني توصل مليون، توصل مليون ونص حسب اللي موجود، حسب الموجود بالقطعه. طيب، القطعه الثانيه نفس الشيء، نفس الشيء، نفس الشيء، نفس الشيء، تختلف. وعندنا يعني احنا زي للمراه، يعني اكثر شيء احنا شغلنا نسج ويدوي واعمال يدويه، اكثر شغلنا يدخل ملابسنا هو نسج، هو صوف. طيب، اذا حشينا على، خليني اقول هو الفكره الاساسيه، المفهوم الاساسي من الزي التقليدي الازيدي من شنو يتكون؟ يتكون من عده قطع، يتكون من قميص، يعني قميص هو طويل وتجي فوقها هي مثل تشاكيتا، تشاكيتا، وتجي فوقها هاي كان يسموها ميزري، كانوا يلبسوها يعني اجدادنا الكبيرات بالعمر لحد الان، يعني هذه القطعه الحمراء، هاي القطعه الحمراء خلينا نشوفها. تجي هاي فوق، تجي هاي فوق الفستان، يعني هاي قطعه هيجي، هاي حتى المسيحيه يلبسوها، يعني هاي حتى المسيحيه يلبسوها، اهل الحمدانيه واهل برطله، هاي هم تجي هاي نسج وهاي غالي، يعني هاي نسج يدوي، نسج يدوي ومنصوف.
نعم هاي تلبس لحد الان. هاي بس فقط في الفعاليات وفي الفلكلور وفي يعني الاحتفالات السنويه تلبس، يعني سابقا كانت يعني تلبس بالبيت، بس هسه لا اختلفت شويه. وهذه القطعه شنو؟ هي هاي قلت لك هاي القطعه الجاكيت، هاي الجاكيت هذا يعني يلبس فوقات القميص، هذا لكبار في العمر. هاي كبيرات في العمر كان يلبسونه. زين هذه القطعه هي شتائيه؟ هاي شتائيه اي. وبالصيف؟ تكون شوي القماش اخف. هسا عرفنا في الفقره اللي هي انه زي التقليدي ببعشيقه يختلف عن سنجار، بسنجار يمتازون باللون الابيض، اللون الابيض ببعشيقه يعني يميلون اكثر الى الالوان، التنوع الالوان. نعم اكو قطعه الاخرى جوا هذا ها قلت لك هذا كله نسج يدوي، هاي كلها نقشات تنقش. هذه شنو القطعه؟ هاي قطعه هاي جتني من هديه من اهل الحمدانية، هاي قطعة الإخوان المسيحي أيضا، يعني تشبه يعني شوية ملابسنا. هي بها أشكال. أشكال هاي. هذا كله نسج. هذا كله نسج، طبعا هاي غالية. يعني ما تلاقيها بالسوق، لذلك أني اهتميت بها. أنت تسوين تسويق للزي التقليدي بشكل مو طبيعي. فعلا فعلا. هذه القطعة غالية، فهذه فرصة أن واحد يفتح مشروع. فعلا يعني هو أزياء تقليدية. هو هسه بالمخيمات بعد النزوع أعطت المنظمات فرصة للمرأة تبدع وتشتغل وتختلق. يعني أنا هسه عندي موهبة أنه أنا أشتغلها بالبيت، هاي موجودة، يعني أكو نساء قامت تشتغل حرفيات ملابس وأزياء تراثية، فكلش تطورنا. نعم. يعني صار تطور أفكار الإبداع، أنه أنت تعيدين إحياء التراث مهما كان تراثك، فتقدرين تخلين بصمات جميلة بي وتمحورينه وتطلعين منه فقرات مذهله. اصلا كل ما يمر الوقت اكثر كل ما الناس تتمسك بتراثها فعلا أكثر. احنا حتى حاليا احنا من رجعنا بعد النزوح تمسكنا بهاي الاشياء، قمنا سابقا احنا ما كنا نرتديها البنات، هسه حتى البنات بحفلات الجامعه بحفلات مهرجانات ومؤتمرات انت تميزيننا، وتلك الفتاه يزيديه من هذا الملابس قامت تلبس بطريقه جميله جدا. هو فعلا يعني بعد التحرير قمنا نعرف اكثر عن الديانه المسيحيه، فعلا قمنا نعرف اكثر عن التقاليد، عفوا الديانه الازيديه، قمنا نعرف اكثر عن التقاليد الازيديه، اعياد الازيديه، مثلا قضايا مثلا خصوصيه الزيتون في الاعياد الازيديه. الزيتون له فد رمزيه كبيره عند الديانه الازيديه. نعم يعني احنا هسه احنا منطقتنا شجره الزيتون، يعني بعشيقه تتميز بشجره الزيتون، الشجره المباركه. زيت الزيتون يعني عندنا مبارك لانه له قدسيه خاصه في اناره المعبد، يعني معبد لالش. على مدار السنه احنا نشعل فتايل او قناديل روحيه جميله باستخدام زيت الزيتون، يعني معبد لالش لا يفرق من زيت الزيتون، يعني له قدسيه خاصه عندنا. وبيفة جماليه جدا غريبه انه تشوفين كل هاي القناديل هي مضواية من زيت الزيتون. صح زيت الزيتون خالص، يعني هو يعتصر ويشتغل بطريقه قديمه أكو جدا. اكو اشهر يعني تشتغلون بها زيت الزيتون. يشتغلون بها والى طرق خاصه والى اماكن خاصه والى طريقة حفظ خاصة وعصر خاصة، يعني انت حتى اذا تجين للعادات والتقاليد والديانة اليزيدية بيها تفرعات كثيرة. نعم بيها مواضيع كثيرة، يعني هسه عندنا الزواج والاعراس يعني تقارير، يعني هو يتميز عن كل الاعراس. تجين للاعياد، تجين للمناسبات، تجين للاربعاء الاحمر، تجين لهاي الازياء اللالش، بها تفرعات كثيره. طيب احكي لنا اكثر على تقاليد الزواج بالديانه الازيديه من حيث التحضير، الملابس، الاكسسوارات، عدد ايام الافراح، يعني هذه التفاصيل. يعني تعرفين يعني منطقه بعشيق خاصه والمكون اليزيدي يمتاز بالزواج، لها خصوصيه، لها اكلات، يعني عندنا اكلات احنا نسويها بالافراح، يعني بغير مناطق ما يسووها، يعني هاي كبه السماق احنا اللي نسويها وتتوزع على الجيران، والحنه
والاكلات وطريقه يعني سابقا كيف كنا نودي الاغراف والشبكه الخطوبه والمهر بطريقه الموسيقى والدول الزغناي والملابس والتراث، هاي كلها يعني لها تفرعات وميزات خاصه عندنا. نعم رفاه حسين، شكرا لك، اخذتينا برحله لنتعرف اكثر عن الطائفه الازيديه وعلى الازي التقليدي وتفاصيل أحييكم. العرس. جزيل الشكر. شكرا جزيلا.